السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا من فيديو امبارح. لو ما شفتوش فيديو امبارح ولا شفتوا اول فيديو انا عملته، يا ريت تنزلوا تحت وتشوفوا الفيديوهات وتتفرجوا عليها بعد ما تخلصوا الفيديو ده. فيديو النهارده هو تكميلي لفيديو 1 رمضان و2 رمضان. الفيديو بيتكلم عن ابلكيشن بيقدم لك مجموعه رياضه شامله جسمك كله، زي ما انت شايفه كده اسمه 30 day fitness challenge او تحدي 30 يوم ان انت تكوني عندك لياقه بدنيه. لما بتفتحي الابلكيشن بتلاقي قدامك فول بادي، انه الجسم كله، الابس بس اللي هي البطن بس، الباتس اللي هي الهانش او المنطقه الخلفيه، بالرجلين، الارمز، الذراع، اللجز اللي هي الرجلين بس. تقدري تختاري اللي انت عايزاه، وزي ما انت شايفه كده تقدري تحددي وزنك وهو هيقدر يراقبه. عندك بعد كده انستراكشن تقدري تخشي عليها، هو شارح لك فيها كل حاجه. يعني لو دخلنا مثلا على الفود بودي، اول حاجه هو كاتبها سبايدر مان بوش اب. لو انت شايفه كده هتلاقيه هو شارح لك ازاي الوضعيه بتاعه السبايدر مان بوش اب. نرجع مثلا نشوف اللي بعدها البريدج، هتلاقي هو شارح لك ازاي تعملي حركه البريدج، وهكذا. حركات كتيره جدا سهله وبسيطه تقدري تعمليها في البيت. لو رجعنا بقى عشان نعرف الابلكيشن ده ممكن نربطه بايه علشان يقدر يساعدنا على ان احنا نحافظ على صحتنا، هنلاقي ان الابلكيشن ده ممكن نربطه بالجوجل فيت. اي حد معاه موبايل مربوط على الجوجل اب هينزل عنده على الموبايل حاجه اسمها جوجل فيت، ولو مش موجود تقدري تنزليه من على الاب ستور عادي جدا. الجوجل فيت بيقيس كل حاجه انت بتعمليها طول الموبايل في جيبك، بيقيس انت مشيتي كام خطوه، بيقيس انت شربتي قد ايه ميه لو انت كتبتي، بيتربط بكل الابلكيشنز اللي عندك على الموبايل. وبكده الداتا مش هتضيع لانها اوريدي هتتسجل عليه، وهتبقي طول الوقت متابعه صحتك عليه، وهيفضل يبعت لك في نصايح عشان تقدري تحافظي على صحتك. 30 day fitness انا هبدا فيه معاكم، او انا اوريدي بدات معاكم فيه من يوم 1 رمضان، وهنتابع مع بعضينا، ونفسي اشوف نتائجكم، ونفسي اشوف انتوا قد ايه وصلتوا ونجحتوا. وده كان فيديو النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.